عزيز قوم قوم عزيز قوم. تكفى والله دايخ بنام خليل. قوم غسل وجهك وراح تصحصح. قوم. زين خلاص هتحنين بقوم. قوم يلا خلنا نريق برا. زين زين يا بحرون نريق برا. يلا قوم. تريق شو اسمه الحديقة. شنو بالحديقة؟ حديقتنا برا نريق. لا لا الله يخليك انا مو جاي هني عشان اتريق بالحديقة. كافي ما رحنا فندق بعد اتريق بالحديقة. قوم 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 يلا. وي يلا بسرعة قوم. ايه ليش قاعد تحنين؟ قمت كابا قوم خلاص بقوم الحين. قوم يلا. هاي حر. هلا شمور صباح الخير. ايش قصدك يعني؟ يعني انا دفاشه ماني دربه وما عارفه اصبح؟ ها هذا اللي بتبينينه لي؟ وين اخوي؟ دش يسبح. وليش ما نزلت التريقون تحت؟ لا حياتي بنتريق برا. نعم تريقين وين؟ برا. ليش هو بكيفك ولا بكيفه؟ حبيبتي طلعه من البيت ماكو بتنزلين تريقين تحت انت وياه. ليش؟ كيفي؟ مو عاجبك اخذي ريلك وطسي انت وياه باللي ما يحفظكم. شوفوا لكم مكان يضفكم. سؤال، انت شنو قاعد تستفيدين من اللي قاعد تسوينه؟ كيفي قوانيني؟ بيتي بيتي ولا مو بيتي؟ بيتي وبآمر وانهي فيه على راحتي. وبعدين سمعي حبيبتي، ليه نزلتي تحت انت وياه؟ ما بهذه سوالف المراهقين، حبني وحبك وتنقز والنظرات، هاي سوالف الياهال برا برا مو بالبيت. ها ما بمكياج تحت، ما بعطرك يمشي وراك. احترمي اللي بالبيت يحترمونك. انا محترمه قبل لا ادش البيت. المهم حبيبتي انا صراحه ما بأشد عليك بالحكي، توك اول يوم وما بأتعبك معي. هذا اللي بوصله لك، اي شيء تبين تسوينه تبلغيني. علم علم. عفية عليك. اي صج في شغلة ما قلت لك اياها. شنو بعد؟ انا ابي اذوق طباخك. اي تطققين عيونك كذي تطالعيني بذوق طباخك. شوفي ماني مثقلة عليك، ابيك تسوين طبق واحد رئيسي حلو وتسوي لي وياه مسخن وتحطي لي فوقه فرقاعة كذي ويا دبس الرمان، بعد هالسوالف تعرفونها ما يحتاج اقول لك، وتسوي لي كبة برقل وكبة شبنت. اي وسلطات، بس تكفين السلطة لا تحطين فيها بصل ما أحب ريحته، لا تنسين هذا هما بس. وإذا تبين شيء الكناين تحت تساعدونك. باي. مستفزة باي مستفزة. هذا أول يوم كذي. آخ راح أموت. الله هذه الأيام الجاية إيش راح تسوي فيني؟